حياكم الله جميعا في اللقاء الثالث من هذه الدورة. أتمنى الجميع يكون وصل لآخر نقطة وصلنا لها في آخر لقاء. أعتقد أنه أسبوعين كان يعني بحر، مدة كافية بزيادة. دكتور، أنا نعم أعتذر. يعني طبعا للأمانة صار عندي كورس ثاني in between وما قدرت أواكب آخر حصة، بس رجعت البارحة عدلت اللي وصلنا له إلى الحصة الأولى، وسويت إلى 2023، يعني سويت جنريت للديتا، وإن شاء الله بواكب معاكم بإذن الله. إن شاء الله فنو وريث، إن شاء الله التسجيل موجود وإن شاء الله رايح أواصل وياكم. يعني إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق. الجميع في أي مشكلة قبل ما نبدأ في موضوع اليوم إن شاء الله؟ الأمور واضحة دكتور. إن شاء الله، الحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله راح نركز على نقطتين. النقطة الأولى هي كتابة منهجية البحث بشكل كامل، النقطة الثانية هي تفسير النتائج. طبعا ورقة البيبلومتريك كأي ورقة أو كأي ورقة بحث علمي تتكون من العنوان، الكلمات المفتاحية، المقدمة، تمام، بعدين ال methods و results، بعدين ال discussion إلى آخره. اليوم راح نركز على هذه، على هذول الاثنين. بداية ب ال methods، طيب لما نبدأ نكتب الميثود، الميثود بشكل أساسي تعتمد على البريزما فريم ورك، تمام؟ الآن أنت في كتابتك لورقة الريفيو، بغض النظر هي بيبلومتريك أو سيستماتيك ليترالج ريفيو، ميتا أناليسيس، أي نوع من الريفيو، طالما اعتمدت بريزما فريم ورك يبقى لابد من التقيد ب الثلاث خطوات هذه. إذا الثلاث أشياء هذه هي راح تكون عندنا مكونات فقرة المنهجية، تمام؟ بداية بالـ Identification، راح نكتب كل التفاصيل هذه، بعدين الـ Screening، بعدين الـ Inclusion والـ Exclusion. طيب إذا الخطوة الأولى اللي راح نكتبها في الميثودولوجي هو الريسيرش ديزاين. راح نعرف بداية انه هذه الورقة هي عبارة عن بيبلومتريك اناليسيس. ايش راح نقول له؟ راح نقول له انه this bibliometric analysis، تمام، إنه هذه الورقة البيبلومتريك أناليسيس هي مبنية بناء على البريزما فريم ورك. طالما ذكرنا البريزما فريم ورك لابد من كتابة مرجع، ومرجع هو موهر اي تي ال في 2010، في 2009، في كثير مراجع، فأنت تأكد من إرجاعه ل واحدة منهم في 2009، 2010، في أعتقد أحدث كمان من ذلك، كل واحد يعني هو في النهاية كلها بريزما فريم ورك. بعدين راح نقول له
هدف البحث الأساسي في هذا البيبلومتريك أناليسيس هو M2 العنوان Investigate the relationship between e-learning platforms and student performance. اوكي، راح نضيف عليها تفاصيل الاهداف. من وين راح نجيبها؟ من الاسئله. اولا بدايه ب عدد السنوات، ثانيا relevant journals، ثالثا countries education institutions prolific authors 10 countries then keywords and trend. ايش راح اقول له؟ هذا هو الهدف الأساسي اللي هو معرفة العلاقة ما بين المتغير هذا والمتغير هذا. بعدين دكتور، نعم انا اختفى من عندي الصوت، انت سكت يعني؟ والله انا راح اكتب بعدين اشرح الجمله هذه. اوكي، انا ايش كتبت هنا؟ هذا بالنسبه للريسيرش ديزاين، اللي هو اولا بدايه انه هذا البيبلومتريك تم بناؤه بناء على البريزما فريم ورك، وقلنا انه لابد من ارجاعه ل المرجع هذا مخير في مهير 2010 في 2009 في عدة مراجع. بعدين راح نقول الهدف الأساسي إنه this review aimed to، هذا الهدف من العنوان اللي بسموه يعني المين أوبجكتيف، هذا هو من العنوان. اوكي دكتور، بس إذا في تشانس تكبر الخط شوي يعني صغير. هذا كده كويس؟ ايه افضل. تمام، فقلنا انه الهدف الاساسي هو من العنوان. بعدين ذكرت الاهداف بناء على الاسئله، يعني هذه السؤال الاول يتعلق بالبلد، بعدين education institutions، بعدين top journals، المجلات most prolific authors and most trends and keywords. تمام، هذه هي الفقرة اللي راح اكتبها في research design. بعدين راح ابدأ في عملية البريزما فريمورك بداية بالidentification، يعني هذه راح تكون مثلا 2.1. اوكي، 2.1.1 راح تكون عندي الـ Identification. كمان مرة الـ Identification هذه من وين؟ هذه هي. أوكي، المرحلة الأولى من مراحل البريزما. إيش راح أكتب في الـ Identification؟ راح أقسم الـ Identification إلى، خليني أطلع بالواتساب ثلاث أو أربع أقسام رئيسية. أولاً Data Base Selection. في هذه المرحلة إيش راح أقول؟ This review، يعني هذا أو هذه المراجعة راح اكتب التاريخ اللي انا قمت فيه بعمليه البحث. خلينا نشوف، اتاكد من التاريخ.
تقريبا 17 ديسمبر. فراح اقول له انه هذا ريفيو اولا took place on 17 ديسمبر 2023. تمام دكتور؟ نعم. بالنسبة لي أنا أحط مثلاً 5th of January على اعتبار أمس. والله بالضبط. إيش الهدف؟ إيش الهدف من كتابة التاريخ؟ الهدف إنه معرفة عدد السنوات المضمونة في البحث. يعني مثلاً إحنا في حالتنا أنا كتبت 2023 لأني أنا ما ضمنت 2023 ضمن البحث. فلو مثلاً الريفيور صح حق المجلة حاب يعمل يعني دبل تشيك وراح كتب الكويري راح يلاقي نفس النتائج تماما من غير تضمين 2023. هي هذا الهدف. واضح. تمام. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية راح أقول له Scopus database was selected as the main database for this review. ليش؟ لأنه في كتير reviews تستخدم أكثر من database. يعني تستخدم Web of Science, Scopus, Google Scholar. ثلاثة أربعة. دكتور؟ يعني كلهم في ورقة واحدة؟ كلهم في ورقة واحدة. نعم. إيش اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه مثلاً لو أنا لقيت في Web of Science 250 ورقة ورحت بحثت في سكوبس ولقيت 180 ورقة. تمام. الغالب يعني المعظم بيستخدموا الويب ساينس زائد سكوبس. ايش راح الاقي؟ راح الاقي انه ال 180 اللي موجودة في سكوبس معظمها هي من ال 250 الموجودة في الويب ساينس. راح يصير عندي يعني duplicates. راح في النهاية راح تكون لزيادة عن سكوبس مثلا 10 أو 20. فالنتيجة في هذه الحالة راح تطلع مثلا 190 ورقة. لأنه 180 الموجودين في سكوبس already موجودين في ويب ساينس. تمام؟ فهذا الشيء الوحيد اللي راح يختلف. أما عملية البحث نفسها والبريزمات نفسها وكل شيء نفسه. طيب هذه بالنسبة لي قلنا data selection. اسمح لي دكتور دخلت قبل قليل أنا عسى يكون ما فاتني كثير حتى يكون أقدر أتابع يعني. لا إن شاء الله لسه بدينا بس في بداية المنهجية وعلى العموم هو التسجيل موجود يعني حتى لو هذا هو اللي كتبناه فقط. تمام. بعدين بعد ما احدد هذه الداتابيس بدي اكتب مبرر justification ليش استخدمت هذه الداتابيس. هقول له ان سكوبس داتابيس تعتبر واحده من يعني most prestigious او comprehensive database حاليا في وقتنا الحالي. فايش راح اقول له؟ اقول له انه او سكوبس داتابيس طبعا هذه الجمله مش لازم انت تاخذها نفسها. هذه يعني 100% رجع لك انت. انت ممكن تكتب السبب اللي انت بتلاقيه مناسب. ممكن تقول ان انا مثلا ما عندي اكسس الا على سكوبس داتابيس. ممكن تجيب حجه من باحث اخر تقول ان سكوبس داتابيس يعتبر واحده من اقوى الداتابيز الموجوده في العالم. طيب هذه هي اول خطوه من خطوات الايدنتيفيكيشن. طيب نرجع للخطوه الثانيه الان. الخطوه الثانيه اللي هي عباره عن سيرش سترينجز اللي هو كل الشغل فيها هذا الكويري اللي اخذناه من
Scopes Database. طيب فsearch string هي أكثر واحدة طالبة منا تركيز وطالبة منا إيش يعني خلينا نقول تفسير. تمام. طيب لما احنا بحثنا في سكوبس انا قلت لك انه كل خطوة انت بتعملها وكل كريتيريا انت بتنفذها لابد من كتابتها سوري. فهنا يعني في هذا المكان سيرش سترينج هو اللي راح تكتب فيه كل شيء انت سويته بالتفصيل. مثلا بدك تقول له عشان انا اتاكد من الحصول على الدراسات المناسبه تماما لدراستي فانا استخدمت بدايه الكلمه المفتاحيه كذا وكذا يعني to ensure. تمام خليني بس اشيل bold. الباحث لو كان أكثر من باحث ممكن يصير researchers used. آسف دكتور ممكن البيبر الواحدة يشترك فيها أكثر من باحث؟ طبعا إذا كانوا مشتركين في نفس الـ يعني الـ interest. أحكي لك شغلة الريفيو بيبر الله يزيد فضلك الريفيو بيبر بالذات صعب جدا جدا انه المجله اصلا تقبل ورقه لو كان باحث واحد لانه بيقول لك يعني حجتهم انه ما بيقدر الباحث يكون عنده بياز تامل يعني يتجاوز ال ايش بيقولوا عنها الانحياز فلا بد من باحث ثاني على الاقل. فاحنا دكتور احنا يعني will be our partner في الورقة اللي رايح يصير لها published ان شاء الله. انت مشرفك مش انت عندك مشرف الدكتوراه؟ ايه لابد من كتابته اصلا لانه هو احنا ليش اصلا يعني بنساعد الطلاب على النشر لانه هذا قولوا ايش requirement. إيه هو يطلبون يعني حتى قالت لي المشرفة أن لازم تنشر شيء بالضبط فهو requirement. فأنت ما بتقدر خلال دراستك في الدكتوراه أي شيء له علاقة في دراستك ما بتقدر تنشره من غير اسم المشرف. أوكي أولا تستفيد من اسمه إنه هو مثلا لو كان يعني له باع في المجال. ثانيا إنه أنت يعني ك يعني ستارتر لسه بيجينر في الريسيرش بدك اسماء معك على اساس انه المجلات يعني تو كونسيدر يور بابليكيشن. دكتور في الحاله هذه يعني اكتبه ك يعني سكند اوثر ولا يعني اكتب انه كمشرف؟ هو سكند طبعا انت يعني ما بينفع باي حال من الاحوال تخلي مشرفك فيرست اوثر ما بينفع. أيوة. انت الفيرست زائد الكورسبوندنس هو فقط سكند اوثر. دكتور انا ما اخترتها عن الموضوع هل لازم اختارها بعد حاليا؟ في هذا الحال انت مخير بس حتى لو الموضوع لا على اساس حتى انجيج يعني في الموضوع تكون اوير يعني الموضوع حتى لو الموضوع بعيد شويه عنها ممكن بالعكس هي راح تكون مبسوطه المشرف الماليزيين بالذات يعني يحبوا اسماء يعني ممكن نقول من الان انا جالس شغال على ورقه كذا كذا فبغيك بتكون انت سكند اوثر يعني طبعا المشرف بيكون سكند اوثر. انت بتخلص ورقه ايوه وبتخلص الشغل ترسل له اياها واسمه فيها طبعا عشان ينبسط ويكون مبسوط أيوة. ويقول له تقول له مشرف يعني لو سمحت شوف هذه الورقه انا كتبتها خد دوره مثلا كتبتها راح تعطيك او يعطيك شويه تعديلات و ويقول لك مثلا شرح في المجله الفلانيه او العلانيه. جميل تمام طيب
يكون أفضل إن إحنا ناخذ رأي المشرف في الجورنال حق النشر، صح؟ غالبا غالبا هو بيكون عنده ترشيحات لجورنالز معينه، بس مش غلط لو هو في بعض المشرفين صراحه بيحب ياخذ حياد، وري الورقه بيديك شويه تعليقات وخلاص، في هذه الحاله اريح لك اصلا، انت بترسل للمجله اللي انت بتحبيها، لانه غالبا المشرفين وبالاخص الماليزيين بيرسلوا لمجلات خلينا نقول قوية ومجانية. الآن إيش المشكلة في هذه المجلات؟ إنه أولا بتاخذ وقت كبير في ريفيو، يعني أنت مثلا بعد ما تسلم الورقة ممكن بعد 5 أو 6 شهور يقولوا لك لا والله الورقة رفضت، هو بيحاول إنه إحنا يبعد عن ممكن أي نرسل فرص. الورقة لأكثر من جورنال ولا؟ لا لا ممنوع، لو الجورنالز الاثنين مثلا، لو أنت أرسلتي لتو جورنالز والاثنين اكتشفوا انه انت مرسل نفسك، لانه في من الكونسنت اخر خطوه في التسليم بيقول لك انه هذه الورقه ما تمش تسليمها لمجله اخرى، لو عرفوا الاثنين بيسوي لك بلاك ليست كباحث. بس دكتور، لأنه يعني أسمع بعض الـ experiences إن it takes long time حق الـ acceptance، صحيح صحيح، عشان هيك بيجي دورك وإحنا انه انت يعني تفضلي. إحنا يعني أنا my concern is إن يعني مثلا لو يعني إن هذه متطلب حق إن أنا أسوي الـ proposal defense. هو لا هو متطلب للتخرج، بروبوزل ديفنس ما بيطلب التخرج منه. فقط، اه لأن مكتوب في ال سوري إن ماخذ وقت، بس إنه مكتوب في ال procedure إن حتى حق الديفنس you have to at least publish two papers، وحق ال final هذا وين viva هذا؟ at least I أي think جامعة؟ 6 or 5. هذا اليو تي ام؟ UTM لا لا ممكن انت يكون عندك شوية تلخبطت في المعلومة او كذا. misconception. اوكي بتأكد بعد من الدكتور. اوكي لانه في اليو ام دكتور اللي عارفه انه مطلوب فقط نشر ورقتين يعني، وهي كما تفضلت هو شرط تخرج صحيح ليس للديفنس. بالضبط. شوفي لا يمكن بأي حال الأحوال يطلبوا نشر قبل بروبوزال ديفنس، ليش؟ سبب بسيط جدا، لأنه البروبوزال ديفنس هو مرحلة أولى من خلاله صحيح. راح يوافقوا على العنوان، فكيف يعني بدهم نشر وأنت لسه مش عارف هذا العنوان أو البروبوزال راح تشتغل عليه ولا لا؟ هو شرط نشر لأن التخرج. أنا شفت هاي المعلومة حتى في الإندكشن حقنا، فكان عندي تساؤل عنها. وأوريدي الدكتورة she advised me to start doing يعني writing a paper، فأنا still I didn't do the proposal defense. فهاي الشغلة يعني ما عليه، I will ask her also. هو الافضل انك تروحي، لو مثلا لو انت نشرتي ورقه بيبلومتريك او ريفيو او سيستماتيك قبل البروبوزل طبعا افضل، بس هو مش شرط مش شرط. بالنسبه اوكي. للوقت انا انصح انه الطالب، لانه طالب دكتوراه ويعني معاه وقت محدد، يروح للمجلات المدفوعه. المجله المدفوعه في خلال اسبوع بيعطيك قبول مبدئي مثلا انها راح تروح ريفيو ولا لا. لو راحت ريفيو بعد شهرين مثلا او شهر ونص بيدوك كومنتس بتسويها وخلصنا. اما المجلات الفري لما ان شاء الله يعني تخلص الدكتوراه وتبدي في شغلك ومعاك وقت سنوات تروح لريفيو. اما حاليا في هذه المرحله المجلات المدفوعه هي الحل. اوكي تمام اوكي ان شاء الله. تمام اوكي. في السيرش سترينجز زي ما قلنا راح نفسر هذه الطلاسم الموجوده عندنا اللي هي السكوب سكويري، بدايه بالكي ووردز. راح اقول انه الباحثين او الباحث اسمح لي دكتور، سترينجز ولا سترينجز؟ يعني هل هو خطأ مطبعي ولا يعني قوه البحث مثلا ولا كلمة سترينجز مقصودة يعني؟ عفوا ما فهمتك، هي اسمها سترينجز.
لا سيرش سترينجز سترينجز سترينج مش سترينج يعني قوة. لا اوكي هذا سؤالي. لا تم استخدام كلمات مفتاحية محددة. These keywords تمام، وراح اقول له تم استخدام الكلمات المفتاحية هذه، ولكن بدون الاند تبعت سكوبس. انا الان بحكي كلام تمام، بعدين لما اقول له الجملة اللي انا هني دكتور فتحتها will ولا are؟ يعني هني بنستخدم ال past tense as will ولا are؟ It's still are right as a present tense. احنا خلصنا البحث، يعني البحث تم اجراؤه. اوكي اوكي، فلما اكتب له اي جمله راح اكتب لها دعم من الكوايري تبع سكوبس. تمام، هذه الفقره الاولى الخاصه بالكيوردز. راح اقول له مور اوفر مثلا، خلصت انا اللي بخلص منه خليني امسحه على اساس اني اكون واضح. مور اوفر publications for the the last kid مثلا were selected from 2011 to هو مش decade now، فأنا راح أقول له for the last 11 years مثلا، وراح على طول بعد ما تدير المعلومة أقول له الكويري اللي أنا استخدمتها في جوجل. تمام، يقول الآن خلصنا من النقطة الأولى الكلمات المفتاحية. النقطة الثانية الوقت السنوات. طيب دكتور، نعم معذرة أنا عندي سؤال. أنا ما أدري إذا سأل أحد من الأخوة الأخوات بخصوص النشر. أنت قلت 6 شهور تقريبا تأخذ النشر. النشر يعني بيعتمد بالاساس على المجله. في مجلات مثلا الام دي بي اي، مش عارف اذا سمعت فيها ولا لا. الام دي بي اي هي مجلات او دار نشر في السويد، عندهم فوق ال 60 مجله في كل التخصصات وكلها مفهرسه في سكوبس وويب اوف ساينس. ما شاء الله. تمام، الرسوم فيها خياليه، يعني من 1500 ل 3000 دولار في المجلة النشر، ولكن بمجرد ما تسلم الورقة بيعطوك الانيشال او الفيرست ديسيجن خلال 5 ايام بالضبط، بيقولوا لك ريجكت او راحت للريفيو. اوكي مش اكسبت، ما بيقدروا يكسبت في 5 ايام. انه بروجرس يعني. راحت ريفيو، لو راحت ريفيو فانت الان 50-50، لو راحت ريفيو ممكن تقبل ممكن لا. غالبا لو الاديتور وداها ريفيو 90% في الام دي بي اي يعني انها مقبوله، وراح يعطوك كومنتس حتى لو ميجر كوركشنز. اوكي تمام، هذه البروسيس كلها بتتم في مثلا 6 اسابيع من يعني فيرست داي اوف سبمشن للبابليكيشن داي. ليش؟ لانها مدفوعه. في بعض اوكي المجلات الورقه اللي شرحت عليها المحاضره الماضيه، المجلة طالبة لنشرة كيو 1 في سكوبس ويب اوف ساينس وكيو 1 ولكنها مجانية، قعدت بالضبط 13 شهر من يوم ما سلمت ليوم ما راحت ببليكيشن. فكل مجلة ما لها علاقة، يعني ما في مجلة لها علاقة بالثانية، كل واحدة لها وقت محدد. تمام،
انت في بس الحياة معك. دكتور ممكن تفيدي في هالموضوع. المشرفة قالت ان قبل ما تروح بروبوزال ديفنس، يعني هاي الكلام في الصيف اللي طاف، ان تراي تو ببلش ا بيبر برضو قبل ما تروح. اوكي، هي قصدها على ريفيو، يعني ريفيو بيبر. ما ادري لا يعني ما تكلمنا في التفاصيل، بس قالت لي انشر شي ريليتد تو يور بروجكت، يعني على اساس يدعم your position في البروبوزال ديفنس. انت برضو في اليو تي ام؟ اي في اليو تي ام. والله هذه معلومات جديدة صراحة. انا لي في اليو تي ام 7 سنوات، ما عمري سمعت. دكتور that's why اقول لك ان في advice من صوب الدكاترة ان احنا ك يو تي ام ان احنا we publish something before the defense. انا زي ما قلت لك، هو الافضل انه تنشر قبل ما تروح على الديفنس، بس هو مش requirements، مش requirements. انا لان في الاندكشن قالوا لنا requirement دكتور. صح فعلا، ترى دكتور يوم ايوه الاندكشن دي تكلموا في هاي الموضوع. صح والله هذا بيكون يمكن قرار جديد انا ما عندي علم فيه، بس هو doesn't make any sense، يعني لان الطالب ما عندوش داتا ولا عنده تحليل ولا، الا اذا نشر ريفيو. ففي الحالة هذه انت لو نشرت ورقة، لو نشرت هذا البيبلومتريك حتى لو كان بعيد عن تخصصك، خلاص انت اديت ال requirement. هو فعليا العنوان مقارب إلى التخصص خلاص دكتور. خلاص تمام، لانه قبل البروبوزال ديفنس انت ما بتقدر تنشر الا ريفيو، يعني فقط هذا خيارك الوحيد، ما بتقدر تنشر داتا، ما عندك داتا اصلا. لا لا لا، اي صعب هاي الموضوع طيب دكتور. ولا عليك أمر، ممكن تكتب في الشات اسم المجلة اللي قلت عنها في السويد؟ هي دار نشر اسمها MDPI، MDPI تكتبها في هناك في الشات بس. طيب subject area subject area أنا عملتها في وقتي ل arts social science and computer science. تمام، راح أقول له هذا هي الكويري تبعتها. طيب publication لا لحظة شوية. نعم ولا بعدين شرط اللغة إنه فقط المقالات باللغة الإنجليزية. بعدين استخدمت الـ exact keywords، قول له to be مثلا more accurate exact keywords were used، يعني تم استخدام الكلمات المفتاحية الأكثر تحديدا. For example هذه هي the keywords. لا عندي هنا
عندي آخر شيء إنه الـ publication were limited to articles only. Publication were limited to articles only. يعني فقط حددت الـ articles هذا الشرط. Finally, journals were the only source in this review. راح أقول له limit to. تمام؟ شفت كيف query تبعت Scopus انتهت كلها. كتبناها في search strings. عفوا دكتور، ليش كررنا اللي هي هذه الكي ووردز؟ انا ذكرناها قبل في البدايه. لا هذه شيء مختلف. هذه الكلمات المفتاحيه الاساسيه. اها. اللي هي student performance والاي ليرنينج. نعم. هذه من ضمن الكلمات اللي قلنا exact keywords اللي احنا نستخدمها لتقليل النتائج. اكثر أيوة. دقه في النتائج. ها؟ لما عملنا الفاينل سيرتش يعني. هذا في الانكلوجن والاكسكلوجن. من ضمن الاكسكلوجن الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا كانت ان احنا اضفنا اكزاكت كي ووردز. اوكي نعم تمام واضح. استفسار؟ واضح دكتور. تمام. يبقى هذه الداتابيز سيلكشن سيرش سترينجز. الان بيجي عندنا الفقرة الثالثة اللي هي inclusion and exclusion criteria. هذه في الحالة هذه غالبا بنسوي مثلا table بهذا الشكل. نكتب inclusion criteria exclusion criteria. inclusion ايش قلنا احنا العنوان؟ e-learning student performance. e-learning and student performance research area. تمام. بعدين السنوات 2011 2022. كل البحوث قبل 2011 تم تجاهلها and 2023 publication were excluded هنا English language. Any other languages were excluded. تمام. هنا مثلا articles. هنا thesis. Conferences. Books. Book chapters. Blogs. تمام. كل هذه الأشياء تم تجاهلها. يعني أنت في النهاية بدك تكتب في الانكلوجن الكريتيريا اللي ضمنتها والاكسكلوجن العكس. هنا ممكن نضيف كمان
اللي هو journals. دكتور بس عفوا كملاحظة، احنا ضمننا السنوات، لان لاحظتك تكتب 2011، احنا ضمننا السنوات 2012 الى 2022 مش كذا؟ اخذنا 10 سنوات. في بحثي ايوه ولا لا؟ اصغر من تقريبا ايوه فعلا ايوه، تمام حتى تمام يكون فهمت في معك تناسق بيننا يعني. ايه وهذا طبعا يعني التعديل يحتاج فوق ايضا تعدله في الانترودكشن هذه. على هذا الدكتور مش 11 ايرز، اظن بيكون على 10 ايرز فوق اللي كتبناه فوق. 10 years ten years طيب الآن احنا خلصنا من أول خطوة اللي هي الـ identification، نيجي للخطوة الثانية اللي هي screening and selections، اللي هي المفروض تكون 2.1.2 في هذه الخطوة ايش راح اقول له؟ اولا راح اذكر له اني ركزت في المقالات اللي بدي اختارها على الكي ووردز اللي احنا حددناها، the main keywords used were e-learning and student performance. Thus مثلا the initial سيرش اللي هو البحث المبدئي ثمان آلاف وستين documents بعد ما انا طبقت الاكسكلوجن والانكلوجن كريتيريا الموضحه في تيبل 1، خلينا نسمي هذا تيبل 1، انكلوجن عندنا عند دكتور. نعم بالنسبه للجدول القسم الثاني بالنسبه للكلمات المفتاحيه ما يحتاج نكتب هناك في اي تعليق، وايضا للجورنال ما يحتاج. إذا أنت حاب تكون أكثر تفصيل ممكن تقول any other subjects were excluded، وهنا any other source were excluded. طيب after applying the inclusion and exclusion criteria as shown in table 1 تمام. أي استفسارات لحد الآن؟ لأنه لسه راح نخش في أكثر التفاصيل.
طيب الآن البحث الأولي أعطاني 8000، فبدي الآن أرجع على سكوبس داتابي بريزما فريمورك وأشوف البحث الأول 8060، البحث الأخير 1420، بدي أنزل تحت، هل 1420 هو العدد النهائي؟ أوكي خلاص تمام، إيش راح أقول له؟ After applying the inclusion and exclusion in table 1, the عدد المقالات تم تقليصها ل 1420. بدي اقول له الجاستيفيكيشن، ليش؟ هنا جاستيفيكيشن باخذه من هنا انه في 6640 تم حذفهم بعد ما طبقت الاكسكلوجن والانكلوجن كريتيريا، كم واحد؟ 6640. دكتور لو سمحت، في الحاله مالي في ان ماي كيس يعني في هذا الموضوع بالضبط، تذكر لما خبرتك انا نزلوا عندي فقط رضوا ينزلوا 4006 والاصل الفاينل سيش 4026 هو كان ال 20، وين كيف تعامل معهم؟ خلاص اقول ان تم التعامل مع 4006 تبي يعني اكوريت كل شيء لازم تكتبه. لو انت مثلا لو انت في البريزما فريم ورك اللي عندك، انا أيوة. في حالتي طلع 1420 وهو طلع العدد النهائي بعد الانكلوجن اكسكلوجن كريتيريا اللي هنا. ايوه لو مثلا عندك الريكورد سكرين 1420 والفاينل عندك مثلا 90 او او أيوة. او 900 مثلا، بدك تكتب ليش. ايوه بدك تعمل جاستيفيكيشن ليش. اذا انا اقول مثلا ما رضت تنزل او ما طلعت او ما نزلت او اي شيء نوت ريترايفد، في مثلا مشكله في الدي او اي اللي هو أوكي. اي سبب. ايوه المهم تذكر السبب. نعم اوكي اوكي اذا هذه الخطوه خلصنا منها، المعلومه عاد خلاص ما عاد نحتاجها. اخر مرحله في الميثودز او البريزما فريم ورك دكتور هي نعم للتأكيد بس، طبعا موضوع الخمس سنوات مثل ما قلت في البداية ممكن صح؟ طبعا في بيعملوا ريفيو لآخر سنة، ما سنة واحدة مثلا. أوكي. إذا كان موضوعك مثلا يعني دقيق جدا، أصلا السيستماتيك ريفيو والبيبلومتريك كل الريفيو بيبرز اللي أنت شايفها أصلها نشأت في الطب، في الطب يعني الدكاترة هم اللي أنشأوا هذه الفكرة سيستماتيك. ليش؟ أوكي. مثلا في مرض معين الله يبعد عنا عنكم، او في مثلا معدات طبيه معينه، او في دواء او علاج معين بدهم يعملوا له حصر، فبيدرسوا الدراسات اللي صارت عليه في السنه الاخيره. اوكي تمام، هاي الفكره انه الريفيو انت حر فيها ما في قيود. نعم انا اخذت اقل سنوات لان الاي اي ان ايديوكيشن موضوع جديد. فأنا خذيته من 2016 ل 2022 على أساس أشوف الـ change حتى بيصير، يعني من 2019 بيختلف يعني. ف 2016 ضمنتها على أساس I show the curve، بس مو أكثر من كذي لأن it's a new concept. ما في أي مشكلة. can write it like this. أوكي. أوكي. كم عدد النتائج طلع؟ الأولي ولا النهائي؟ النهائي يعني اللي خدتيه في الورقة 3010. ممتاز ممتاز جدا. أوكي بس أنا ممكن يمكن بالغلط حطيت conferences and articles، ف I'll have to check this again. لو أنت معنية أنك تبحث في conferences ممكن تخليها، بس انا شايف انه العدد كبير. انا لاني فكرت ان يعني العدد هو جيد، بس انا فكرت ان لان في هاي الفتره صار الكونفرنسز اول اكثر من الدراسات نفسها،
فقلت يمكن احاول اشيك البرسنتجز، يعني ان هل اي كيب ات اور نو. ممكن تخليه لو انت شايف انه الكونفرنس في موضوعك لانه جديد وترندي وكذا، ممكن تخليه، لانه ايه فعلا انا عشان الكونفرنس كذي يعني. اذا موضوع جديد كونفرنس تبدا فيه اولا بعدين جورنالز. صحيح. تمام. الان اخر مرحله زي ما قلنا ايدنتيفيكيشن. لا هذه المفروض 2.1.1.2 طيب 1.3 آخر مرحلة راح نقول له إنه أهمية هذه الدراسة، المين ايم اوف ذا ستدي، وان احنا اعتمدنا سيستماتيك عفوا البريزما فريم ورك از مين فريم ورك فور ذا ستدي، وبناء عليه الريبورتنج او كتابه هذا التقرير ستكون بناء على البريزما فريم ورك. هذه اخر مرحله راح يكتبها في المنهجيه. فايش ممكن نقول له؟ ممكن نقول له انه the findings of this bibliometric analysis will be reported based on the تمام. بس the following question will start تمام. فقلنا له انه كتابة هذه الورقة راح تعتمد على البريزما، ومن ثم في اقسام الدراسة التالية. هنا لما نقول له بريزما فريم ورك لازم لما نكتب اي تيبل او اي فيجر في البحوث لازم نعملها ادرس في الانتكست. فلما هنا كتبت انه بريزما فريم ورك بكتب له مثلا see figure 1. اوكي هنا بتأكد ان هذه figure 1. فأنا انا خلصت من منهجية الدراسة، انقل للقسم اللي بعده هو results. أمور واضحة؟ أي مشاكل حتى الآن؟ أي استفسارات؟ واضح دكتور. تمام. راح أقول له in this section the researcher will address the research questions. هذه مثلا 3
هذا ايش 3.1، وراح اكتب عنوان للسكشن اللي هو distribution of. هنا بتكتب موضوع بحثك هتقول له انه هذا القسم راح يجاوب السؤال التالي وتكتب السؤال. تمام، هذه راح تكون فيجر 2. هنا هنا بس اصححها، فيجر 2 راح اكتب تايتل. نعم تايتل الفيجر. ايوه distribution by years. yes. وحبدا افسر في هذه الفيجر كيف راح ابدا. طبعا انا عندي 10 نتائج من 2012 ل 2022، فما راح افسر السنوات كلها، راح اخذ اعلى نتيجتين واقل نتيجتين. تفضل. كان سويت تفسير سابقا دكتور؟ لا، كتبت بس سطر هذا او ثلاث سطور هذول فقط لهذا الفيجر، ما سويناش تفسير لاي شيء ثاني. أنا راح أفسر معاكم واحد فيجر وواحد تيبل، بعدين راح ننتقل لنقطة أخرى، لأنه راح نعتمد للتفسير في كل الفيجرز وكل التيبلز نفس الشيء. تمام؟ فزي ما كنت أنا أتكلم الآن، إنه لو عندي 10 نتائج 10 سنوات في التفسير، بكتب أعلى قيمتين وأقل قيمتين. فأنا إيش قلت هنا؟ فيجر 2 illustrates the distribution by years. هذا عنوان الفيجر من 2012 2022. في 2022 في عندي كم؟ كان عندي 952 publication. 2021 2021 820. On the other hand, 2012 publications. مية واحد وستين. طيب الآن ذكرنا أعلى قيم وأقل قيم. الآن باقي التفسير بيرجع لك أنت كباحث حتى تعبر عن الصورة اللي أنت شايفها بشكل مناسب. مثلا بعض الباحثين بيقول لك أنه لاحظنا تزايد في هذا الموضوع من 2012 ل 2022،
او في مثلا في فتره من 2019 ل 2022 اللي هي فتره كوفيد 19 كان في تزايد بشكل اكبر، تمام؟ هذا كله يعتبر من تفسير النتائج. فكل المعلومات هذه الموجوده في الفيجر وتفسيرها تعتمد 100% عليك كباحث. جاستيفيكيشن انت شايف انه بسبب مثلا كوفيد او شايف انه بسبب عامل اخر، هنا بيجي دورك انت كباحث حتى تبين دورك في او يبين بصمتك في الكتابة الأكاديمية، تمام؟ طيب نفس الموضوع بالنسبة للتفسير الجداول. قبل ما نفسر الجداول راح نعمل نفس اللي عملناه هنا اللي هو ايش 3.2، وراح نكتب عنوان هذا القسم من الريزلتس اللي هو ايش راح نقول له انه هذا القسم will address following research question. تمام، هنا راح يكون table 2 طيب بتفسير الجدول التيبلز راح نبحث بشكل يدوي عن خلينا نقول انه مثلا بدي اعتبر انه الاتش اندكس او السايت سكور هو محور كتابتي، يعني انا بدي اقارن بين جورنالز، تمام؟ فبدي أول شيء أستخدمه إني أختار عامل هذه المقارنة، لأنه مثلاً في total publication، في total citation، في site score، most cited article، time cited إلى آخره. إيش أهم شيء في الجورنال هو site score هذا. ففي الحالة هذه عفواً دكتور، هناك سؤال يعني كصيغة، انا اقول في كعنوان لهذه السكشن 3 اللي هو لما حطيت انا 3 2 زين كتبت مثلا this section will address so and so the most relevant journals and authors ان في عنوان في موضوع البحث، هل محتاج اكرر مع بعد ذلك what are the most relevant journals يعني اكتب السؤال ولا خلاص؟ اها اوكي. انا هنا ما كتبت this section will address the following research question. انت طبعا هذه الفقره ممكن تزودها، يعني انت اذا حابب تزيد. طيب نرجع لموضوعنا. لا بس هو كنت كاتب دكتور، انت كاتب عنوان لما كتبت 3.2 the most relevant journals اخليك عنوان دائما يعني هذا؟ نعم هذا عنوان السكشن. اوكي نعم زين. طيب قلنا انه في التيبل لما بدي اشرح اي تيبل، هذا الكلام اللي انا بحكيه مش فقط في الريفيو، في اي تيبل في ورقة علمية أو في ثيسيس أو في كذا، لازم أبحث عن العامل. العامل هذا يكون هو أساس المقارنة، فأنا بدور على أهم شيء ليه وزن في هذا التيبل. في هذه الحالة لأنه جورنالز مثلا، فبروح بختار السايت سكور. يدويا رح أقارن في السايت سكور لأنه مش راح يكون مرتب طبعا، يعني مثلا ممكن يكون السايت سكور هنا مثلا شايف 13 واللي فوقيه 5. فأنا إيش هدفي؟ إنه أنا أختار أول واحد، مثلا أول واحد Computers and Education، بعدين الثاني Computers and Human Behavior. أنا الآن صار عندي كلام أكتبه، تمام؟ إنه Computers and Education كانت رقم واحد في هذا المجال based on table 2
أو as table 2 shows that the most prolific journal in the field of was computers in computers in education اسمها computers and education and education with وين رحنا 2.3.8 site score followed by قلنا ايش اسم المجلة الثانية Computers in Human Behavior 17.8 آسف دكتور بس انت حين اخترت اكبر two figures the highest طبعا انا قلت الكلام انه في التفسير tables او figures دائما نختار اكبر قيم اثنين او ثلاثة ومن ثم اقل اثنين او ثلاثة قيم او حتى واحدة قيمة اخر اقل قيمة تمام فاحنا ما بنفسر كل الجدول بالتفصيل تمام نفسر الأقل. دكتور لو احد فسر الجدول كامل باختصار يعني كتر خيرك زيادة الخير خيرين بس انت مش مطلوب منك يعني لانه راح الورقة تصير عندك 30-40 صفحة عندنا ما شاء الله كثير في الببلومتريك عندنا كثير تيبلز وكثير فيجرز وكذا ما تنسى انه هذا كله الريزلتس في عندنا قسم لسه المناقشه ديسكشن اوكي فدائما خلي اشياء ل اقسام اخرى يعني اوكي وين قلنا قديش 13.8 تمام هذه أول قيمة حدثنا عنها بالنسبة للسايت سكور طيب لو قلنا إنه إيش أكثر وحدة أو أكثر جورنال في التوتال بابليكيشن راح ندور ونلاقي إنه أكثر وحدة في التوتال بابليكيشن IEEE فالنقطة الثانية في التفسير راح تقول لي based on the most prolific journal من وجهة نظر أكبر مجلة في total publication اللي هو TP IEEE had as most amount of publications of وين راحت 54,000 54,000 in the area of تمام طيب ايش اقل وحده total publication كانت عندي
200 296 Internet and higher education. On the other hand, Internet and higher education journal. تمام، تابعين إن شاء الله، أمور واضحة، أي إشكالية أي استفسار؟ لا واضح دكتور. طيب هذا المقارنة الثانية. الآن قارن من منظور آخر اللي هو مثلا التوتال سايتيشن. أعلى واحد عندي 18، عندي 490 ألف. طبعا اي تريبل اي من المجلات المجرمة في النشر لأنها عبارة عن بيزنس، يعني ما في معايير، وللأسف مجلة قوية جدا، اندكس عالي جدا، وهي مالتي ديسيبلينري، يعني بتنشر في اي شيء، تربية، اديوكيشن، محاسبة، انجينيرينج، طب، كله بينشر. انت شايف العدد كيف؟ طيب لا خيالي. بزنس، والرسوم تقريبا 2000 دولار. شوف الاعداد. شوف ميزانيات دول الببليكيشنز هذه مشكله والله. دكتور عندي سؤال وانت تحلل، اسف ما ادري اذا ممكن. نعم تفضل تفضل. هل مثلا البيبر هاي البلوميتريك اللي الحين نشتغل عليها ممكن الواحد يشارك بها في مؤتمر؟ ممكن جدا، بقول لك احنا شوف دائما قبل النشر ولو بعد النشر ممكن. طيب انت ظاهر انه انت ليش سالتك انا سؤال هاي السؤال دكتور؟ لان شفت واحد من المؤتمرات ان انت تدفع مثلا 450 دولار بعد المؤتمر، بعد بينشرون لك الفيسكوبس مثلا او ويب اوف ساينس. طيب انا فاهمك القصه عشان تفهم الموضوع من البدايه يعني. اوكي. المؤتمرات عبارة عن علاقات، يعني انت لما تروح تشارك في مؤتمر هدفك ما راح يكون البابليكيشن يعني بقدر انه انت راح تسوي علاقات مع ناس في مجالك. ايش الكونفرنسز غالبا النشر فيها ضعيف، يعني اي ورقة تقبل وبناء عليها بيكونوا متفقين مع مجلات. شوف كيف يعني البيع بالجملة، هي تماما زي البيع بالجملة. الجهة المنظمة للمؤتمر بتروح بتكلم جورنال، مثلا رسوم الجورنال عنده 300 دولار، بقول لك انه انا عامل مؤتمر وراح ابعت لك 100 ورقة، ايش ممكن تعملنا ديسكاونت؟ بيقول لك والله الأوراق المقبولة ممكن أقبلها مثلا 150 دولار. ما بيطلعوا لمعايير جودة ولا معايير أهمية علمية وكذا، لا، الموضوع بيصير بيزنس يعني. لذلك انت لو تلاحظ مثلا احنا كموظفين في الجامعة بيكون مطلوب منا نشر في مجلات مثلا 6 في سكوبس او ويب اوف ساينس، واحده مؤتمر او اثنين مؤتمر، مؤتمر ما بيركز عليه كثير.
اما انت يعني كبيجنر في البحث، انت ممكن تبدا في موضوع المؤتمر، خاصه لو المؤتمر وعدك انه ينشر في مجله، عصفورين بحجر، ممكن تعمل علاقات، تتعرف على الناس وبتنشر في سكوبس، بس ما تعتمدها انه هي الـ الوسيله الاساسيه عندك في البحث كباحث. يعني الافضل انك تتعامل مع مجلات. بس انا سؤالي دكتور، هل احد بيسوي لها ريفيو قبل ما اروح طبعا بهالمؤتمر؟ طبعا، في مؤتمر او مجله لازم يصير ريفيو، حتى لو صوري، يعني في المؤتمر غالبا الريفيو ايوه بيكون منهم فيهم، صح، عندهم لجنة. انت كأوثر لما تشارك في ورقه على طول اوريدي باي ديفولت بتصير ريفيور، فبتصير تعمل ريفيو. طب انت لو انت مثلا ما عندك اي ورقه بحثيه نشرتها قبل هيك، كيف بدك تسوي ريفيو لواحد تاني؟ اوكي. فالموضوع ما بيعتمد على كواليتي قد ما هو بيعتمد زي ما قلت لك على علاقات وكذا. اوكي اندرستود. ما قصر دكتور والله. الله يسلمك. قلنا اي تريبل اي صح؟ اي تريبل اي 490,387. اقل واحدة راح تكون توتال سيتيشن، ألف ومئتين وثلاثة. تمام، وراح نكمل باقي الجدول بنفس هذا المنوال. الآن احنا عملنا واحد فيجر وواحد جدول، راح اوريك كمان فيجر، عفوا راح اوريك كمان تيبل. اوكي، بعدين يجي دورك انت ايش تكمل كل الفيجرز والتيبل بناء على هذا الموضوع. مثلا عندي هنا في هذا التيبل Top Educational Institutions in Area Student Performance in E-Learning Platforms، عندي 1 2 3 4 5 6. انا ليش باقي ماخذ 6؟ مش عارف، يعني لا هي 10 ولا هي 5 ولا. هذا الجدول بدي أصححه، نخليه على الأقل 10. يعني ليش أنا مش عارف صراحة بناخذ 6؟ قلت لنا دكتور نسوي 10 already، يعني نكملها 10 صح؟ قلت لنا في المحاضرة السابقة إن نكملها 10، أوكي فإحنا كملناها 10. خلاص تمام، فخلينا إذا هيك خلينا أكمل عليه. قلنا انه من اهم النقاط عند تفسير النتائج اني دائما اعمل ادريسنج للتيبل او للفيجر، هذه من النقاط المهمة جدا.
هذا المفروض انه تيبل كم؟ المفروض انه تيبل 3. تيبل 3 توب institutions او educational institutions. Okay. As shown in table 3, راح برضو ادور دائما على قلنا عامل للمقارنة. فانا من الوهلة الاولى لاحظت انه في ثلاث جامعات في تايوان. اوكي ثلاث جامعات في تايوان راح استغل هذه النقطة. اوكي عندي جامعة هذه برضو عندي ايضا جامعتين من اسبانيا سبين وعندي جامعة من المملكة العربية السعودية. راح ابني تفسير الموضوع هذا بناء على هذا الشيء. اول حاجه راح لازم اقول له انه تي بي تساوي توتال بابليكيشن. طيب as shown in table 3 اكثر. عذرا دكتور اظنك انت في المحاضره الماضيه انا يظهر عندي هكذا ما اعرف اذا كان زملاء نفس الشيء عنوان هذا الجدول يعني او طبعا الكنتري قبل وبعدين تي بي نفسه وبعدين هنا كان كاتبين انه مكتوب عندي اشوفه educational institution احنا كاتبين the most significant academic institution ما اعرف هل نصحح ولا يعني عندي في الجدول كذا كاتب هذا قصدك هذا نعم ايوه هذا نعم هذا الجدول غيره يعني الحين هذا جدول غيره اوكي اي واحد هذا زين اوكي نعم نعم هذا الجدول غيره صح اللي هو رقم 4 تمام اوكي شكرا العفو اوكي راح نخلي قلنا انه محور الشرح بناء على البلد راح اقول له انه تايوان was the leading country in this area of research ليش دائما لما تعمل كليم اعمل justification اي كليم justification ليش لانه في عندي ثلاث جامعات من تايوان في هذا المجال تايوان has the leading country in this area of research due to the fact that three educational institution بروح بقول له ايش اسماء هذه الانستتيوشنز بداية ب بعدين الثانية and الثالثة بعدين راح أضيف أيضا these institutions
institutions. T أو total publication. أول واحدة 21 20 13 ثانيا سبين followed تايوان with two leading institutions مثلا اللي هم ايش هذه and مدريد with 17 and 13 total citation. Finally, Saudi Arabia was the third in this research area. كانت الملك عبد العزيز خمستاش with total citation of 15 in King عبد العزيز University. شفت كيف أمور واضحة؟ كيف الأمور؟ دكتور عفوا توتال سايتيشن ولا بابليكيشن؟ توتال بابليكيشن. ما شاء الله عليك انت مصحصح اكثر مني. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. توتال بابليكيشن. طيب الان السؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا قادرين على تفسير النتائج في جميع الجداول والفيجرز؟ إذا نتبع نفس الباتن ممكن دكتور. بالنسبة لي، بالنسبة لي أنا أشوف إذا نتبع نفس الطريقة أوكي. نعم بالضبط نفس الطريقة تماما في تفسير كل الفيجرز والتابلز، بشرط أن يكون حاضر الأسبوع الجاي. إن شاء الله بعون الله. ان شاء الله دكتور، بس مهم لو سمحت دكتور، يعني بعدنا قضيه ترتيب الاسئله والاجوبه والفيجرز هذه، يعني ممكن ترسل لنا الجدول هذا اللي عليه، او عفوا الملف ورقه راح ارسلها الان، نفس الترتيب يعني. تمام تمام طيب عندنا شغلنا اللي بنكتبه، والله البعض برسل لي وبراجع. نعم اذا حاب اراجع لك ارسلي لي. تمام تمام طيب اي استفسار؟ نعم دكتور عذرا تفضل. بالنسبه للجدول الحين اللي ذكرت انت فيه، ذكرت في اسبانيا تايوان، الحين احنا ذكرنا فقط اللي هو مثلا تايوان 3 اسبانيا 2، لكن ما فسرنا شيء. كيف ما فسرنا؟ ليش يعني ليش ما... شوف يعني ما ذكرنا ليش تايوان يعني هي التوب وبعدها جاءت اسبانيا، يعني فقط احنا نقلنا المعلومات اللي في الجدول وذكرناها كذا. يعني احنا ما احنا قلنا انه اسبانيا كانت هي التوب بثلاث جامعات وذكرنا اسماء الجامعات وقلنا كل جامعه كم ورقه نشرت. اي نعم انا معك في هذا الجانب، لكن احنا يعني هل مثلا فقط هذا المطلوب؟ لكننا مثلا نوضح ليش مثلا تايوان، ايش السبب اللي هي كانت توب وهي مثلا كذا وكذا. اه
لا الآن أنت بتحكي في موضوع آخر. في تفسير النتائج إحنا فقط بنفسر التيبل. إذا أنت حاب تحط أسباب كتر خيرك، ولكن اللي أنت بتتكلم عنه في الديسكشن، في المناقشة، في المناقشة إحنا راح نقول ليش تايوان مثلا كانت رقم واحد، وليش الجامعة الفلانية نشرت 21، لأنه مثلا كان في الباحث الفلاني وكان كذا وكذا وكذا. فتفسير النتائج يختلف عن المناقشة. التفسير نلتزم بالفيجر أو التيبل، في المناقشة لابد من الاستقصاء والبحث وذكر الأسباب، ليش تايوان، ليش الجامعة الفلانية، ليش كذا وليش كذا. نعم وصلت المعلومة دكتور، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. فهذا دكتور طبعا اسمح دكتور أيضا سؤال هنا، يعني طبعا ممكن أفسر تيبل بأي شكل أنا أشوفه مناسب، بمعنى يعني مثلا عندي لو ألاحظ الجدول عندي النذرلاندز أو أستراليا، عفوا أستراليا فيها ثلاث جامعات يعني أو ثلاث أي نعم ثلاث الجامعات أو اللي هي يعني تحدثت عن هذا الجانب، ثلاثها اللي هي كذلك اليو كي جامعتين والنيذرلاندز أيضا جامعتين، فممكن أفسر بالطريقة هذه طبعا. طبعا قلت لك انا التفسير بيرجع لك انت، اهم شيء في التفسير انك تدور على عامل تبدا منه التفسير. يعني مثلا في حالتنا الاولى قلنا السايت سكور هو كان العامل الاقوى او الاثقل، فبدينا فيه وبدينا نذكر مين اعلى قيم واقل قيم وكذا. زي ما قال اخونا احمد، اذا انت حاب تفسر كل الجدول فسر، ما في مشكله. تمام، أي استفسار؟ شكرا لكم، العفو. طيب احنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وأتمنى من الجميع انه يكون ماشي معانا حتى في اللقاء القادم. اعتقد اللقاء القادم راح يكون الرابع قبل الأخير، يعني المفروض ان احنا نبدأ بتشطيب الورق ان شاء الله. وشكرا جزيلا للمتابعة. نعم في أي سؤال؟ ما كان سؤال، لا لا الله يسلمك. طيب بهذا القدر شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تروح دكتور احنا آسفين والله، يعني نراسلت في كل حزة وفي فارق في التوقيت. لا لا بالعكس، فعذرنا. لا لا بالعكس، أنا سعيد بالمساعدة ومستعد لأي وقت، فما أحد يتحرج يعني. جزاك الله خير دكتور، مو تقصر. يعطيك العافية دكتور. بارك الله فيك دكتور، أحسنت. شكرا. السلام عليكم دكتور. مع السلامة.